كولر المدير الفني للنادي الأهلي استقر على البدائل في تشكيل مباراة اليوم أمام فاركو في ظل إصابة رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمرو السولية اللي فرصهم في اللحاق بالمباراة بقت صعبة، وده بعد إصابتهم. وبدأ تنفيذ برنامجه التأهيلي استعدادا لمباراة الرجاء المغربي يوم السبت بعد اللي جاي في دوري أبطال أفريقيا. فريق الزمالك واصل انتصاراته تحت قيادة مديره الفني المؤقت مدحت عبد الهادي بالفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف نظيفة ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. فريق الإسماعيلي حقق الفوز على إنبي بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعت الفرقتين ضمن مباريات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وبالنتيجة دي فريق الإسماعيلي بقى في المركز 14 بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة والخروج من منطقة الهبوط، وتوقف رصيد فريق إنبي عند النقطة 29 في المركز 12. فريق فينورد روتردام الهولندي فاز على فريق روما الإيطالي 1-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن منافسات النسخة الحالية من مسابقة الدوري الأوروبي يوروبا ليج. فريق يوفنتوس الإيطالي حقق فوز صعب على ضيفه فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي بهدف نظيف في المباراة اللي جمعت الفرقتين امبارح على ملعب أليانز في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي. نادي بايرن ميونخ الألماني أعلن إيقاف النجم الدولي السنغالي ساديو ماني عن المشاركة في المباراة المقرر إقامتها أمام هوفنهايم ضمن منافسات الدوري الألماني بوندسليغا. وقال بايرن في بيان عبر موقعه الرسمي أن ساديو ماني لن يكون ضمن قائمة فريق بايرن للمباراة المقررة أمام هوفنهايم السبت، ويأتي هذا بسبب سوء السلوك عقب مباراة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي. تصدر الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي التشكيل المثالي لجولة ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023 اللي اختتمت أول مبارياته أمس بمباراتي ريال مدريد ضد تشيلسي وميلان ضد نابولي. خلصت نشرتنا الرياضية، وهنعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع بسنت ومصطفى. شكرا لك يا هالة.